الموقف حتى الآن الحمد لله رب العالمين تحت السيطرة، وزمام المبادرة بإذن الله سبحانه وتعالى في ديننا نحن، ونحن اللي منعتنا من قتلهم ومن ذبحهم هي حرمة دماء المسلمين. لنا شهرين، أكثر من شهرين، من يوم 24/2 قاعدين هنا حزين المشاكل بين زوية وبين تبو، وعندنا علم إن في أطراف خارجية، عندنا علم إن في ناس عندها أجندة، ناس ما تبيش البلاد تركها، عندنا علم إن في طابور خامس عندنا في غرفة العمليات متاعنا من الجيش الوطني قاعد، لكن نهدف الموقف وما نبوش إثارة فتنة وما نبوش مشاكل، حقنا لدماء المسلمين وبس ما نشقوش عشر المسلمين فقط. وصابرين لنا شهرين من يوم 24/2 واليوم تقريبا 23 والله 24/4 نفس الشيء ساير معنا. يعني الاخوه زويه والاخوه مش زويه اللي بين كلهم بارك الله فيهم، من زويه، من مجابره، من تواتيه، من شرفه، من اواجده، جميع القبائل الليبيه اللي ساكنه من في كفره، سواء من قبائل الكفره ولا من قبائل البرقويه اللي قاعدين هنا كلهم يسمعوا بالكلام وكلهم هو يهدف الموقف. التبو يومي ياخذوا منهم في اولاد يخطفوا فيهم، يومي يخطفوا في اولاد، يومي يفكوا في سيارات من ياخذوا فيهم التبو يعذبوا فيهم ويطلقوا فيهم. وين ما تكلموا الزويه ولا المجابره نقول لهم اهدوا الموضوع شرنا احنا ونعزوه. لهم شهرين يخطفوا في عيال الزويه، لهم شهرين يخطفوا في عيال الشرفه وعيال المجابره ويعذبوا فيهم ويطلقوا فيهم في الشارع مضروبين دماغهم مشرط. لا عند الامس القريب هذا اللي هو يوم امس هذه سببت المشكله، عندنا اخونا مصطفى الخفيفي نسال الله ان يشفيه سياره تموين ماشي مع شارع امن سيارة تموين ضربوه في بطنه، عندنا احمد الفرجاني ضربوه في راسه، هذا من قوة الدرع ليبيا تبع وزارة الدفاع، يعني جرأوا لعند الدولة، نحن سيادة الدولة، نحن نمثلوا الدولة، نحن وزارة الدفاع، تعدوا علينا ضربوا منا أربع أشخاص قاعدين في المستشفى، واحد منهم حالتهم خطيرة، شو تبون نديروا في الموقف هذا؟ تبون نتفرجوا؟ كلمناهم خطبناهم ما سمعوش الكلام تعندوا، تبرينا منهم أمام الله عز وجل وبدينا فيهم الحمد لله رب العالمين، وربي بإذن الله سبحانه وتعالى يمكننا في رقابهم لعند يهدوا هم ويسلمونا الجناة، يسلمونا الفئة الباغية، يسلمونا الناس اللي أثارت المشاكل وأثارت الشغب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر هذه فئة باغية. تو معلش وتو عندنا غرفة العمليات، غرفة عمليات الكفرة. هذه كلمة نقولها لله ثم للتاريخ. نحن والله ثم بالله ثم تالله ما نخشى في الله لوم تلايم ولا يحس فينا هضم ولا تبوا هضومة والله الكفرة يبيقدوا كيف سرت والله كيف البريقة. لكن عندنا غرفة عمليات الكفرة التابعة للجيش الوطني التابعة لوزارة الدفاع رئاسة الأركان، هذا المدعو العقيد فرج بشعالة معطل علينا اللاسلكي من أمس من ليلة البارح لعند اليوم هذا ما عندناش اتصال بعضنا بالكل بالكامل، لان السيطره واجهزه الاتصال نتاعنا الغرفه نتاعها عنده هو عند فرج بشعاله، ومشيت لامس لعند غرفه العمليات انا شخصيا ومعايا احمد الحاسي، انا شخصيا حافظ العقوري واحمد الحاسي معايا ومشينا لغادي وكلمناه، عنده 21 سياره مسلحه مدرسه بجنب بعضنا ما فيهنش وحده طلعت، 21 سياره مسلحه مدرسات ومقفل عليهن السور وهالهن السواقين والرمال عليهن راقدين، وخشيت عليه كلمته قال لي سيارتي في الحفظ والسون، لما طلعت على السواقه قالوا نبوا امر، نحن نبي نطلع معاكم، لكن ما نبوش نخالف الامر لان نحن عسكريه ما نش ثوار مدنيين. وكلمته قال لي سيارتي في الحفظ والسون ومانيش طالع وانا قاعد، ويا ريت الاخوه تبوا تسيبوهم والاخوه تبوا عندنا سياره بالله عاد يصورها. فرج بشعاله معبي سياره نافته وبنزينه ودزها للتشاد ومسكناها نحن. هذا فرج بشعاله يجب انه يحاسب ويجب ان يقدم المحاكمه، والا نحن الثوار نحن عندنا محاكمه ونحن عندنا محاسبه ونحن نفض من المشكله هذه باذن الله العظيم رب العرش العظيم نرد عليهم والتطهير. يا راجل الاستخبارات اللي قاعدين بالكفره من الاستخبارات العسكريه الاول. نفس المنظومه بتاع الاستخبارات جابها لنا فرج بشعاله وحاطها لنا في الكفره. انتوا وين ماشيين يا اخواننا؟ توعوا بالله عندهم غافلين وعندهم تراقدين. تقولوا الجيش الوطني الجيش الوطني الجيش، انت وين الجيش الوطني؟ انت وين الجيش الليبي؟ نحن ما طاعنين فيه ولا طاعنين في الاشراف اللي فيهم، ولكن هم كرهونا في الجيش الوطني وكرهونا في الجيش الليبي امثال فرج بشعاله وامثال عبد الغني كشبور، هذول كرهوا امثال المدعو جويلي اسامه جويلي، شن داروا لنا؟ نحن مجموعه ثوار بسياراتنا بسلاحنا الخاص، سياراتنا الخاصه اللي قاعدين ندافعوا عنها. هذه حدود ليبيا الجنوبيه، هذه مش الكفره، كيف ما قال هذا السفتول هذا، قال انتم قاعدين تدافعوا على حدود برقه الجنوبيه.
وين ماشي هذا؟ حدود بركة جنوبية ما هي حدود ليبيا جنوبية، مش حدود ليبيا بالكامل، هتحد بينا أنا مصر والسودان وتشاد. قاعدين بالكفرة وقاعدين عندنا في السجن أنا في موريتان، في صوماليين، في أثيوبيين، في نيجيريين، في تشاديين، في من كينيا، قاعدين عندنا هجرات غير شرعية، عصابات مسلحة. يا أخي وين ماشيين؟ لا إله إلا الله. لكن قاعدين قاعدين وصامدين وثابتين، وبإذن الله بإذن الله الواحد الأحد انسان انا ومشكلة الكفر هذه، وراجعين البنغازي وراجعين لطرابلس، وبإذن الله الثورة دوبها بدت، الثورة تو بس بدت، من الأول مش تو. الله أكبر، الله أكبر عليك. الله